إلى روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود. إلى ذلك أشارت وكالة سبوتنيك إلى أن الجيش الروسي عثر على خريطة أكبر قواعد الجيش الأمريكي في مدرعة برادلي بعدما اغتنمتها في خاركوف، وأوضحت أن الخريطة التي تركها الأمريكيون سهوا في المدرعة تكشف عن خطط التدريب بقاعدة فورت إروين الأمريكية ومحاكاة مواجهات مع الجيش الروسي وعن أكبر القواعد الأمريكية للتدريب في صحراء موهافي. ينضم إلينا الآن من موسكو مدير مكتب الميادين مسلم شعيطو. صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه النشرة. كيف تمكنت القوات الروسية من الحصول على هذه الخريطة؟ ماذا في تفاصيلها؟ وماذا في أهمية المعلومات بالنسبة لموسكو فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية في هذه الخريطة؟ صباح الخير لك ولمتابعي قناة الميادين. نعم، هذه المعلومات بدأت تتداول منذ الصباح الباكر، لكن هناك أيضا معلومات مختلفة عما تنقلته وسائل الإعلام، حيث البعض أو بالأحرى الجهات معينة رسمية تقول أن الحصول على هذه الخرائط تم بعملية مخابراتية نفذتها مخابرات الجيش الروسي، وليس فقط عبر المدرع التي وجد فيها بعض المعلومات عن كيفية الصدام مع القوات الروسية، لكن المعلومات المتعلقة بمناطق التدريب في الولايات المتحدة وخاصة في قاعدة إيفرين هي معلومات خاصة حصل عليها بشكل آخر، لكن يبدو أن الحاجة الإعلامية والسياسية تتطلب استعمال هذه الرواية التي تعتبر أيضا رواية مهمة سياسيا ورواية مهمة انعكاساتها على الجبهة الداخلية إن كان في أوكرانيا وإن كان على الخطوط التماس مع القوات الروسية في منطقة كورسك، لأن هذه الخبرية كانت تتحدث عن العثور على هذه الخريطة في آلية كانت تحاول التحرك باتجاه الأراضي الروسية في منطقة كورسك، أي البعيدة قليلا عن منطقة خاركوف. فيما يتعلق بما قاله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، قال لصبرنا حدود ولا أحد يحتاج إلى صراع نووي اليوم، لكن الهجوم الأوكراني على كورسك يمكن اعتباره شرطا مسبقا لقرار استخدام الأسلحة النووية، لكن موسكو تتحلى بالصبر. هذا ما قاله، في أي أطار يمكن وضع هذا الكلام لميدفيديف؟ وماذا عن الخيارات الروسية إذا كان يقول أنه لا نحتاج إلى صراع نووي اليوم؟ نعم، بالنسبة للتصريحات الأخيرة يمكن الاعتماد على ما قاله الرئيس بوتين في مدينة سان بطرسبورغ البارحة، من حيث أن مع طبيعة الحرب مع الناتو، وهذه أول مرة تسمى الحرب مع الناتو، تغيرت، وبالتالي على روسيا لاحقا أن تتعامل مع أن الناتو هو منخرط بهذه المعارك العسكرية، خاصة وكما قال الرئيس بوتين أن القوات الأوكرانية لا تستطيع ولا تمتلك أي قدرة من أجل توجيه هذه الصواريخ، وخاصة المهمة الحربية التي تسمى لكل صاروخ عندما يطلق لا يمكن أن تنفذها القوات الأوكرانية، وبالتالي هذا يدل على انخراط مباشر للقوات الناتو وتحديدا القوات البريطانية والأمريكية، وبالتالي كما لاحظنا انعكس على طرد عدد من الدبلوماسيين البريطانيين من روسيا لتدخلهم في العملية السياسية وفي الأمور الداخلية الروسية. نعم، الوضع السياسي بشكل عام في روسيا بدأ يتجه لأن يكون حربيا عسكريا تعبويا انطلاقا من هذه التصاريح، إن كان من تصاريح الرئيس بوتين أو حتى تصاريح السكرتير الأول أو السيد ميدفيديف أو حتى وزير الدفاع أو عفوا وزير الخارجية السيد لافروف. نعم، يبدو أن اللغة انتقلت من أن تكون دبلوماسية بشكل عام إلى أن تكون أكثر حادة وعسكرية في بداية هذا الأسبوع كما لاحظناه كما قلت من تصريح الرئيس بوتين.
شكرا لك مسلم شعيط مدير مكتب الميادين.